ودلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا متابعه لاهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار ذهاب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، واطار ايضا الجوله الثانيه والثلاثين من بطوله الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، ففرقة المسرح الحديث هتقدم لجمهورها في تاني أيام عيد الفطر المبارك في قاعة يوسف إدريس المونودراما المسرحية سيب نفسك، واللي بتجمع ما بين فنون التمثيل والغناء والاستعراض وفن تحريك العرائس، وهي حالة من المتعة والبهجة للكبار والأطفال. النهاردة لعشاء الكرة الأفريقية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار لقاءات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. هيلتقي سيمبا التنزاني مع الوداد المغربي الساعة 3 العصر، والساعة 9 بالليل هيلتقي شباب لوزداد الجزائري مع سان داونز الجنوب إفريقي، وفي نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة فولهام مع ليدز يونايتد الساعة 1:30 الظهر، والساعة 4 العصر هيلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست، وفي نفس الوقت مباراة وولفرهامبتون مع ليستر سيتي.